أعلن مؤخرا موقع إيباي عن تغييرات كبيرة للموقع خلال سنة 2018 التي ستغير شكل الموقع بالكامل، وفي هذا الفيديو ستتعرف على جميع هذه التغييرات ومتى ستحصل حسب ما وعدنا موقع إيباي. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. موقع إيباي أعلن رسميا عن تغييرات جذرية على موقعه والتي ستغير مبنى الموقع بالكامل. هذا القرار قد حصل أولا بسبب شدة المنافسة التي تحصل بين موقع إيباي لباقي المواقع الأخرى مثل موقع أمازون أو علي إكسبرس وأخرى مواقع. ثانيا، الكثير من الزبائن بدأت تأخذ فكرة عن موقع إيباي أنه موقع قديم وغير حديث وأن الموقع لا يجدد أي شيء. ثالثا، نلاحظ خلال السنين الأخيرة صعوبة الزبائن بالتسوق داخل الموقع بسبب كثرة المنتجات وعدم تنظيمها وترتيبها بشكل جيد، مما سبب ترك الكثير من الزبائن الموقع، إضافة إلى تذمر البعض بخصوص إمكانيات الدفع المتاحة. بسبب جميع هذه العوامل أعلن موقع إيباي هذه التغييرات. أولا، ابتداء من شهر فبراير 2018 موقع إيباي سيتم إطلاق الكتالوج، وهذا الكتالوج سيشمل تدريجيا على المزيد والمزيد من المنتجات. من خلال هذا التغيير موقع إيباي سيعمل ترتيب للمنتجات المعلنة في موقعه. عند دخولكم لموقع إيباي وتبحثوا عن منتج سيظهر في صفحة نتائج البحث المنتج عدة مرات وبأسعار مختلفة، مما يؤدي الزبائن قضاء وقت في البحث عن التاجر الملائم لهم وبالسعر الملائم لهم. لذلك كتالوج إيباي هو الحل لهذه المشكلة، لأنه المنتج سيتبين مرة واحدة وجميع التجار سيكونوا داخل صفحة المبيعات هذه للمنتج، وموقع إيباي سيعرف أي من التجار سيظهر أول القائمة حسب موقع الزبون وتاريخ المبيعات للتاجر والسعر الذي يوفره التاجر للمنتج. كتالوج إيباي سيكون ممتاز أيضا للتجار الذين يبيعون على موقع إيباي، لأنه سينظم صفحات المبيعات ويمكننا معرفة من هم منافسينا وبأي سعر يبيعون المنتج. ثانيا، ابتداء من شهر مارس موقع إيباي سيبدأ في إظهار صفحات المبيعات المروجة على الصفحة الرئيسية للموقع. هذه هي أخبار جيدة للتجار الجدد في موقع إيباي الذين يريدون شق طريقهم للنجاح على موقع إيباي وإظهار منتجاتهم في المقدمة. ثالثا، ابتداء من شهر ماي موقع إيباي سيضيف لأنواع المتاجر نوعين جدد، مما سيعطي الإمكانية للتجار الجدد في الموقع إنشاء متجر خاص بهم بالميزانية الملائمة لهم. على موقع إيباي حاليا يوجد فقط 3 أنواع متاجر يمكن الاشتراك بها، والتي تسمى بالبيسك، بريميوم وانكور. والاشتراك بهذه المتاجر يبدأ من $20 شهريا لمدة سنة. والآن يمكن موقع إيباي للتجار الجدد للاشتراك بمتجر بسعر أقل يبدأ من $8. هذه المتاجر ستسمى بالستارتر والانتربرايز، والاختلاف بينهما هو كمية المنتجات التي يمكنكم إعلانها في المتجر والمبلغ الكلي للمنتجات. سيكون فيديو مفصل لاحقا أهمية الاشتراك بمتجر على موقع إيباي. رابعا، ابتداء من شهر يونيو إيباي سيسهل إعداد وثيقة الإرجاع على التاجر في الموقع وتوفير عدة إمكانيات إرجاع لراحة التاجر. إضافة إلى ذلك سيسهل على التجار الحصول على درجة الامتياز التي تسمى بالتوب ريتد سيلر. كما نرى موقع إيباي سيلبس لباس جديد خلال سنة 2018، وأنا متأكد أنه سيؤثر كثير على أقبلية الزبائن على الموقع للأحسن، وسيجذب الكثير منهم مرة أخرى للتسوق به. وكتجار علينا الاستعداد لهذا وتجهيز نفسنا والتأقلم مع التطورات التي تحصل، وإلا سنبقى آخر السطر وتجار آخرين سيأخذوا مكاننا. فمهم جدا أن تعرفوا هذه المعلومات وتجهيز نفسكم. فكما رأينا من خلال التغييرات التي ستحصل، موقع إيباي يدعم التجار الجدد بالموقع،
ولكل من لم يبدأ بعد البيع على موقع إيباي، جهزت لكم سلسلة فيديوهات تدريبية تشرح لكم الخطوات الأولى لبدء البيع على موقع إيباي. الرابط سيكون مبين تحت الفيديو في الوصف، وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو وأضفت معلومات مفيدة لكم. وإذا يوجد أي أسئلة أرجو كتابتها بالتعليقات وسأرد عليها بأسرع وقت ممكن. أكاديمية كامبوت ستعلن كل أسبوع فيديو متعلق بربح المال عبر مجال التجارة الإلكترونية، وستوافيكم بآخر الأخبار. لذلك لا تنسوا الضغط على سبسكرايب للقناة والضغط لايك على الفيديو. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك للأكاديمية لمتابعة كل ما هو جديد عن موقع إيباي وموقع أمازون. أتمنى لكم النجاح بمشروعكم وسأراكم قريباً.